مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية: خارج من معتقلات الحوثيين، سمحوا لي برؤية أسرتي من بعيد دون أن نتحدث. وفي موقع ألماني: الأمم المتحدة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل. وفي الأخبار المنوعة: عمدة مدينة في المكسيك تراجع عن وعده برصف الطريق فقيده الناخبون. عام كامل مر على الصحفي أحمد حوذان في سجون الميليشيا الحوثية بعد اختطافه في 6 أكتوبر 2018، وقد أفرج عنه ضمن صفقة تبادل أسرى. يتحدث أحمد بحسرة للصحوانيت لما تعرض له من أساليب تعذيب في أقبية الميليشيا الحوثية والاتهامات الموجهة له. وعنوان موقع الصحوانيت: الصحفي حوذان يروي تفاصيل 12 شهرا من التعذيب والتنكيل قضاها في زنازين الحوثي في قسم شرطة العلوفي، بعد أن صادر المسلحون الحوثيون كل ما كان بحوزة أحمد، هاتفه والمال الذي كان بحوزته. بعد أيام نقل أحمد إلى البحث الجنائي بشارع العدل، كان التحقيق هناك أشد من قسم شرطة العلوفي. ففي أول جلسة تحقيق استمرت من 3 عصرا وحتى فجر اليوم الثاني، كان أحمد مقيد اليدين ومربوط العينين، تناوب عليه 3 محققون وبإشراف أحد عناصر الميليشيا المشرف أبو فاطمة. وهو ما يؤكد وفقا لأحمد أن الميليشيا لا تثق بالمحققين المنتمين لوزارة الداخلية. يقول أحمد إن المحققين سألوه عن كل اسم في هاتفه، خاصة الصحفيين وبعض القيادات المناوئة لهم، وطلبوا منه الإدلاء بمعلومات عنهم، ومع كل رفض تنهال أقدام المحققين عليه والضرب والصفع على وجهه والتلفظ بألفاظ نابية وزيادة الضغط أو ضغط القيود على يديه. يقول أحمد إنه مع وصوله إلى السجن عزل في زنزانة مع أحد عناصر القاعدة كنوع من الحرب النفسية، وبعد كل شهر أو بعد شهر تم نقل ذلك الشخص، وبقي أحمد بمفرده 6 أشهر في سجن انفرادي، ولم يسمح له بارتداء ملابس تقيه برد الشتاء، وكان يسمع صرخات وأنات مختطفين يتعرضون للتعذيب. تعرض أحمد للتعريق أثناء التحقيق والضرب والصفع على وجهه والركل مع كل تحقيق في سجن الأمن السياسي خلال شهرين. وتم سؤاله عن مراسلاته في مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض الزملاء وشخصيات يعتبرونهم خونة. بعد 6 أشهر من اختطافه سمح لأسرته بزيارته، في الزيارة منعوهم من التحدث مع بعضهم، كانت الزيارة بالمشاهدة فقط، مما يزيد من التعذيب النفسي للمختطف وأسرته. في إحدى الزيارات يقول أحمد إنه رأى أحد الزملاء لكنه رفض التعرف عليه وتعامل معه كأنه لا يعرفه وتجاهله تماما، خوفا مما سيتعرض له فيما بعد من التعذيب والضرب. قررت السفر مرافقة لأختي المريضة في القاهرة أو إلى القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك، وكانت الرحلة عبر مطار سيئون الدولي. ورغم خروجنا من صنعاء بالباص 7 صباحا، إلا أن وصولنا لسيئون تأخر حتى 7 من صباح اليوم التالي. هكذا بدأت أستاذة الإعلام في جامعة صنعاء قصة سفرها المضنية إلى سيئون، وقالت الدكتورة سامية عبد المجيد الأغبري: مررنا ب20 نقطة تفتيش في طريقنا، أغلبها يتم فيها ابتزاز صاحب الباص. كنا نبقى في نقطة التفتيش لساعة كاملة وسط بكاء الأطفال وتعبهم ومللهم وتعب النساء الكبيرات في السن. يطل علينا بعض المسؤولين في النقاط الأمنية وهم مدججون بالسلاح وينظرون ذات اليمين وذات الشمال كأنهم يبحثون عن متهمين في جريمة ما، رغم أن الغالبية مرضى أو مرافقون لهم أو مغتربون عائدون لبلاد الغربة. حين يرون امرأة بدون رجل يسألون عن المحرم، فإن لم يكن معها محرم يتم منعها من السفر، وهو ما حدث لامرأة تم اكتشاف أنها مسافرة دون محرم من موقف الباص بصنعاء فألغيت رحلتها. كنت وأختي متخوفتين من ذلك، وقلت ربما سني ومركزي العلمي سيشفعان لي. مررنا بأكثر من نقطة بسلام، ثم قيل لنا إن نقطة ما فيها تشدد ضد المرأة،
فاقترح علينا السائق أن نقول بأننا نتبع الشاب المرافق لأمه والذي أصبح فجأة قريبنا. وبالفعل أكد لهم الشاب ذلك قبل أن نرد على الضابط، ومر الأمر بسلام. كنا طوال الرحلة في حالة استنفار وتوتر دائمين من أن يتم ضبطنا وإعادتنا لصنعاء بحجة أننا بدون محرم. وكان هناك الكثير من الشباب الذين يتم استجوابهم والتحقيق معهم، ولعل الذي يخفف من قلقنا أن المسؤولين بالنقاط الأمنية لا يتحدثون إلينا ولا يطلبون منا مباشرة بطائقنا الشخصية، مما يسهل علينا الادعاء بأننا نتبع المرافقة لأمه. كانت الطرق وعرة وشاقة، كأن يد بشر لم تمتد لإصلاحها مطلقا، طرق قاحلة جرداء ملتوية تصيبك بالدوار. مررنا بعد ذمار برداع والبيضاء ثم مأرب وأسماء قرى ومناطق جبلية وصحراوية نتعرف عليها لأول مرة. وعندما وصلنا مأرب قال لنا أحد الركاب: نحن الآن في منطقة الشرعية، انظروا الكهرباء فيها مضيئة والحياة والحركة التجارية تدب فيها. وكنا على أطرافها، لم يعلق أحد من الركاب. وصلنا سيئون متعبين كأننا كنا جميعا في معركة. تواصل مدينة عدن فقدان مزاياها كعاصمة وكمدينة قابلة للعيش، ويفقد أهلها كل يوم خدمة جديدة، كل ذلك بفعل البنادق التي تجوب شوارعها وتطعم السكان الوهم والخذلان. ووفقا لعدن الغد، الفريق الطبي الكوبي يغادر مستشفى باصهيب. وعلمت صحيفة عدن الغد أن الفريق الطبي الكوبي المكون من طبيب مخ وأعصاب وطبيب عمليات قلب مفتوح وطبيب جراحة عامة غادروا قبل يوم عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومنها إلى جمهورية كوبا الاشتراكية. وكان الوفد الطبي قد وصل عدن قبل شهرين أثناء تواجد الحكومة الشرعية عقب تعاقده مع دائرة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع لإجراء عمليات معقدة للمرضى بدلاً من السفر إلى الخارج لإجرائها. ميليشيا الحوثي تتخذ من الأحياء السكنية مقرات لها ومن منازلهم مخازن للأسلحة، ويؤدي ذلك إلى مقتل المدنيين. ووفقا لموقع الحرف 28 انفجار مخزن أسلحة للحوثيين في منزل بالحديدة. وقال الموقع إن مخزن سلاح وذخائر للحوثيين انفجر في منزل بقرية بيت بيش شمالي حيس. وأكد الموقع أن الانفجارات المتفرقة استمرت لأكثر من ساعة وتصاعدت النيران وسحب الدخان في سماء المنطقة. ويقول الموقع إن الانفجار أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، ويأتي هذا الانفجار بعد شهر من انفجار مماثل لمخزن أسلحة وذخائر لميليشيا الحوثي وسط حي سكني في شارع جيزان بمدينة الحديدة، وذهب ضحيته أكثر من 10 قتلى وجرحى بينهم مدنيون. في الطريق إلى عدن، تحت هذا العنوان كتب اللبناني سمير عطلة مقاله في الشرق الأوسط مضيفا: عندما وقعت على عنوان الطريق إلى عدن للرئيس علي ناصر محمد سارعت طبعا إلى اقتناء الكتاب. كان في ظني أن هذا المؤلف يتضمن شهادته في حروب اليمن الجنوبي، ومع أنني لا أحب حروب العرب مع العرب ولا بطولاتها ولا شهداءها ولا مبرراتها، فقد تهيأ لي أنني سوف أكون أمام الشهادة الأكثر موضوعية في أحداث تلك المرحلة، غير أن المفاجأة كانت أكثر متعة وفائدة بكثير. فالطريق إلى عدن دار المدى هي هنا انتقال الطالب اليافع علي ناصر في منطقة دثينة إلى العاصمة الجنوبية، ومشاهداته وانطباعاته وذكرياته وأقوال الرواه ووصف العادات وتدوين الأحداث القبلية وطباع القبائل وأسباب التقاتل وطرق الحياة ومداعي الافتخار والاعتزاز وأنواع الطبابة وكل ما يغطي ذلك المجتمع القديم يوم كان اليمن الجنوبي لا يزال مجموعة سلطنات في ظل الاستعمار البريطاني. يقع الكتاب في 422 صفحة، وعلى من يريد أن يعرف أهم فصوله أن يعيد نقل 422 صفحة أيضاً. ولعل الملايين من اليمنيين عايشوا تلك المرحلة مهما تفاوتت أعمارهم،
ولست أدري ماذا بقي من ملامحها إلى الآن، لكن يخيل إلي أن الباقي كثير. فنقرأ معا هذه الأسطر. يقال إن الجراد آفة الزراعة في بعض البلدان وآفة الجراد اليمنيون، حيث ينتظرون وصوله إلى أراضيهم بشغف ولا يدخرون جهدا من أجل الحصول على أكبر قدر منه. هم يصطادونه ويشمونه وأحيانا يغلونه ليخزنوه ويأكلوه لفترات طويلة كالجمبري لدى سكان الساحل. وأحيانا يعرض الجراد المجفف في الأسواق لبيعه كأي سلعة، ولهم في ذلك عادات وتقاليد وفنون طهي أيضا. فقد جرت العادة في الأرياف حين يعلم أحدهم بالمكان الذي توجهت إليه أسراب الجراد أن يخبر باقي عشيرته وأهله، فيجهز الأهالي الفوانيس والشوالات الفارغة وتنطلق إلى مكان نزول الجراد، وتحرص أغلب الأسر على المشاركة بأكبر عدد ممكن من أفرادها رجال ونساء صغاراً وكباراً، فيسورون في موكب احتفالي حاملين الفوانيس معهم. حتى إذا بلغوا المكان فتحوا شوالاتهم وباشروا بصيد الجراد بأكفهم ليعودوا بعد ساعات محملين به، فتتولى النساء في اليوم التالي تجهيزه للأكل. لا تزال النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين يعانين من أوضاع مأساوية كبيرة خلفها وعلى مدى 4 سنوات انقلاب الميليشيات الموالية لإيران على السلطة الشرعية في اليمن أواخر 2014. وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية، وشكى سكان محليون في صنعاء التقتهم الشرق الأوسط من استمرار جرائم وانتهاكات الميليشيا بحق النساء اليمنيات، وأن ميليشيا الحوثي تجاوزت بأفعالها وتصرفاتها كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة من خلال انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق اليمنيات سواء في العاصمة صنعاء أو محافظات يمنية أخرى. ويقول السكان إنه ومنذ الأزل كانت المرأة اليمنية محاطة بهالة من القداسة والتبجيل، حيث يعد التعدي على أي امرأة يمنية بمثابة عيب أسود في العرف المجتمعي والقبلي، إلى أن جاءت هذه الميليشيات الإجرامية وكسرت تلك الحواجز المتينة ورمت بها عرض الحائط وواصلت جرائمها بأساليب غير أخلاقية بحق المرأة اليمنية. وبيّنت الأرقام أن عدد اليمنيات التي قتلن على أيدي الحوثيين خلال تلك الفترة بلغ 522 امرأة، كما وثق تقرير لمنظمة سام للحريات ما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي في سجون الميليشيا. صحيفة لوفيغارو الفرنسية والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس قالت إنه بعد مرور 3 أيام على إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا، خرج ترامب بتصريحات جديدة مفادها أن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة. يبدو أن هذا الإعلان المفاجئ أعطى الضوء الأخضر لعملية عسكرية تركية ضد القوات الكردية المتحالفة مع واشنطن في الكفاح ضد الجهاديين، بعد انتقاده حتى في معسكره. قام الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين بمضاعفة التصريحات المتناقضة في بعض الأحيان بشأن هذه القضية، مما يهدد تركيا بما في ذلك الأعمال الانتقامية الاقتصادية الشديدة، ولو أنها ستتجاوز الحدود لكنه مصمم على وضع حد للحروب التي لا تبدو لها نهاية، وهي أحد وعود حملته الانتخابية. ترامب قال أيضا يجب ألا تذهب الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، فهناك حروب غبية قد لا تنتهي، قد انتهت بالنسبة لنا. وأضاف الملياردير الجمهوري نحن الآن نسحب جنودنا العظام من الشرق الأوسط بحذر وروية، والصراعات في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة نحو 8 تريليونات دولار والألاف من الحياة الجنود. كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرة مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا كل المؤشرات تنبئ بأننا نجلس على بركان ينفجر على مراحل ودفعات، وفي كل دفعة جديدة تبدو كرة الثلج واضحة المعالم، إذ تنتقل بين المكان والآخر لتصل لمناطق جديدة لم تصلها من قبل.
تتدفق الأخبار مؤكدة بأن سكان الإقليم العربي ليسوا سعداء، بينما يتعايشون بسلبية مع أنظمة قمعية وقلما سياسية بسبب خلوها من صيغ تنظر للمصلحة العامة كهدف أساسي من أهداف الدولة، بل وقلما تتطلع تلك الأنظمة لمصلحة المواطن كأولوية. في هذا الإقليم سيطرة لشخصيات تتمتع بالسلطة لأجل السلطة والسيطرة لأجل السيطرة، مما يؤدي لمجتمعات مفككة قابلة للانفجار. الحراك العربي أو الصيغة الثانية من الربيع العربي يحركها الاقتصاد، وخاصة الفقر والبطالة والجوع والمستقبل المغلق المرتبط بالتهميش والظلم. إن الاحتكار السياسي وغياب الحوار العلني والمساءلة وسيطرة الجيوش على السياسة وانتشار الفساد والجشع والفقر وزيادة عدد نزلاء السجون تنذر بالمزيد من الحركات والثورات. نحن في إقليم قادته يحكمون مدى الحياة، فجمهورياته لا تتغير إلا بالانقلاب والثورات، وملكياته تزداد تكلساً أمام رغبات المجتمع بحريات وحقوق ومساءلة. المرض الرسمي العربي انتقل للمجتمع وللمؤسسات وللإدارة وللسلطات على كل مستوى. أصبحت الثقافة العربية سلطة رقابة وسلطة عقاب وتحكم وسلطة تقييد حريات وحد من الحقوق. قد لا يكون في العالم اليوم مجتمعات فيها هذه الدرجة من التحكم من قبل السلطات كما يوجد في المجتمعات العربية. الجيل الجديد ثار في 2011، لكن ثورته انحسرت بفضل القمع، ولهذا لا زال الجيل يبحث عن توازن جديد بين المصلحة العامة وبين الحرية وبين الحقوق وبين سلطة المواطن وحدود سلطة الدولة. لقد تم جمع كل السلطات العربية في سلطة الاستبداد والفساد، وهي السلطة التي يثور عليها الجيل الصاعد. هذا الجيل لا زال يبحث عن دولة حقيقية تؤدي واجباتها وتقوم بوظائفها، وهو يريدها مختلفة عن الدولة الراهنة التي اقتصرت واجباتها على الشكليات والإعلام الموجه والقمع والسجن والإهانة وشراء الصمت وسرقة المال العام وإفساد المجتمع. يتوقع أن تسجل الأمم المتحدة قريباً أكبر عجز مالي لها في 10 سنوات، وقد لا تجد أموالاً لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل. وتعد أمريكا أكبر مساهم بميزانية الأمم المتحدة، غير أنها مدينة للمنظمة الدولية بأكثر من 1 مليار دولار. وعنوان موقع دي دبليو الألماني: الأمم المتحدة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن المنظمة الدولية قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل إذا لم تسدد الدول الأعضاء ما عليها. وقال غوتاريش للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدا إنه لولا عمله منذ يناير لخفض الإنفاق لما توفرت لنا السيولة لتنظيم الاجتماع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي. وأضاف: هذا الشهر سنصل إلى أكبر عجز خلال 10 سنوات، نحن أمام خطر. نوفمبر دون مال كاف لتغطية الرواتب، أعمالنا وإصلاحاتنا في خطر. والميزانية الاعتيادية السنوية للمنظمة الأممية تتجاوز 3 مليارات و300 مليون دولار، وتغطي الأعمال في الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات. اعتقلت الشرطة المكسيكية 11 شخصا في قضية سحل عمدة قرية بعد إخراجه من مكتبه وربطه في شاحنة. وعنوان موقع البي بي سي: في المكسيك لم يلتزم العمدة بوعوده فربطه السكان في شاحنة وسحله. وتدخلت الشرطة لإنقاذ العمدة خورخي لويس إسكندرون الذي تشير تقارير إلى أن إصاباته ليست خطيرة، وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها مزارعون العمدة بسبب عدم إصلاح الطريق الذي وعد بترميمه في حملته الانتخابية. وقال إسكندرون إنه سيتقدم بشكوى اختطاف وشروع في القتل، وأظهرت لقطات مصورة التقطها مرة بالقرب من مكتب العمدة مجموعة من الرجال يخرجونه من مكتبه ويضعونه على ظهر شاحنة صغيرة.
وبينت صور كاميرات المراقبة في وقت لاحق العمدة وهو يسحب مربوطاً من يديه خلف الشاحنة في شوارع سانتا ريتا وتطلب إيقاف الشاحنة وإنقاذ العمدة. تدخل العشرات من أفراد الشرطة وأصيب عدد من السكان الغاضبين في اشتباكات مع أفراد الشرطة وهي تخلص العمدة من بين أيديهم. وفي حادث سابق خرب عدد من السكان مكتب العمدة عندما لم يجدوه في مقر عمله، وكان العمدة نفسه اعتقل خلال الحملة الانتخابية بتهمة ضلوعه في اشتباكات مع أنصار منافسه، ولكن أفرج عنه لاحقا لعدم كفاية الأدلة. أنصار البيئة وأيضا الحراكات التي تدعو إلى حماية المناخ العالمي بدأوا بالتظاهر في مختلف أنحاء العالم لدعوة الحكومات حماية البيئة والمناخ ووقف عملية انقراض البشر كما يقولون. جزء من المظاهرات والحركات نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان. فن الكاريكاتير يستمر في المنافسة ويفرض نفسه بين الأخبار والصور، مجموعة من تلك الرسوم نتابعها في حلقة اليوم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.